وننتقل أيضا للحديث مع عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة سامي شحادة. أهلا وسهلا بك معنا. تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. نعم، أنتم كنتم قد أرسلتم رسالة طارئة لكافة الدبلوماسيين والسفراء في إسرائيل بطلب الحماية الدولية للمواطنين العرب في إسرائيل، وذلك على ضوء حملة الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية. حدثنا أكثر عن هذه الرسالة. منذ بداية العدوان كانت هناك اعتداءات علينا نحن كمواطنين في الدولة من قبل قوات الشرطة والأمن، وأيضا كان هناك علينا اعتداءات من المستوطنين وبعض المواطنين اليهود، وكان ذلك بالأخص في المدن المختلطة من ناحية المستوطنين ومن ناحية المواطنين اليهود. ولكن على المستوى القدسي كانت هناك اعتداءات على ممتلكاتنا وعلى أرواحنا وعلى بيوتنا وعلى مساجدنا. فبعثنا برسالة في حينه إلى الدكتورة ميشيل باشاليرت المسؤولة على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لنطالبها بحماية دولية بعد أن درسنا هذا الملف. قضية الحماية الدولية في القانون الدولي هناك عدة أنواع من الحماية الدولية. الناس لما نقول احنا حماية دولية بتتخيل وكأنه الأمم المتحدة بدها تنزل قوات، لا، مش هذا اللي احنا توجهنا فيه. البند اللي احنا توجهنا فيه كمان للأمم المتحدة وكمان لباقي الدول لدعم مطلبنا في هذا الموضوع هو انه يكون في مراقبين على عمل الشرطة قوات الأمن في دولة إسرائيل وتعاملها مع المواطن العربي. هذا نوع الحماية الذي الآن نعمل عليه. بالطبع كان في هناك أيضا رسالة من مؤسسة عدالة ولجنة المتابعة في نفس الروح إلى الأمم المتحدة. أنا مستمر في العمل على هذا الملف طبعا من خلال كمان المتابعة ومؤسساتنا الحقوقية ومؤسسات حقوقية أخرى في العالم. الهدف هو أن تعلم إسرائيل أنها ستدفع ثمن جرائمها واعتداءاتها على المواطنين العرب. نعم، برأيك أي أهداف تقف وراء تصعيد المؤسسة الأمنية ضد الجماهير العربية في البلاد، هذا التصعيد الذي نشهده الآن؟ إرهاب دولي. يعني هم الجماعة كمان أعلنوا أنه عمليا ما يجري هو عملية ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل. هذا إرهاب دولة. الدولة تستعمل القوة والعنف من أجل أهداف سياسية. قائد الشرطة في إسرائيل صرح أن هناك كانت اعتداءات من المواطنين اليهود على المواطنين العرب. وزير الأمن الداخلي لا يريد أن يتعامل أصلاً مع هذا الموضوع. وهناك أيضاً يعني فيديوهات كثيرة جداً لاعتداءات على المواطنين العرب. ونرى أن من كل لوائح الاتهام تقريباً 95% من هذه اللوائح ضد المواطنين العرب. في الوقت الذي كانت فيه الاعتداءات على المواطنين العرب أكثر بكثير من ناحية النسبة ومن ناحية الأرقام من المواطنين اليهود. نعم، أي خطوات تتخذونها أيضا لمواجهة هذه الحملة المنفلتة ضد الجماهير العربية؟ أنا باعتقادي العمل الدولي هو بقى يعني بعد واحد مهم جدا وقد يفيدنا على المدى البعيد. الآن باعتقادي الأهم هو تنظيم لجان طوارئ أو تحويل اللجان الشعبية القائمة في بلداتنا وقرانا إلى لجان طوارئ. وهذه اللجان تتقسم بحسب التخصصات إلى لجنة للمحامين ولجنة لتجنيد الموارد ولجنة للصحة النفسية. نحن علينا أن نتنظم الآن كمجتمع لنحمي أولادنا وبناتنا ومؤسساتنا ومقدساتنا. فنحن نعمل على تنظيم المجتمع أيضا، لأن باعتقادي الأسابيع القريبة ستستمر هذه الهجمة وقد تصبح أكثر يعني ضرورة عن هذه الهجمة. لذلك علينا أن نتنظم في كل قرانا ومدننا من خلال لجاننا الشعبية، والبلد اللي ما فيها لجنة شعبية يجب إقامة لجنة شعبية في هذه البلد، واللجنة الشعبية يجب أن يكون بها تخصصات بحسب الاحتياجات وبحسب الملفات التي نحتاج متابعتها بحسب كل بلد والتطورات في هذه البلد. نعم، عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، شكرا جزيلا لك.